السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في فيديو جديد على قناة التكامل التقني. إن شاء الله النهاردة معانا كود بيلغي أي باقة إنترنت شهرية لشبكة اتصالات. يعني أنت لو مشترك في أي باقة نت شهرية لشبكة اتصالات، مجرد ما تكتب الكود دوت وتتبع الخطوات هيلغي لك أي باقة إنترنت شهرية أنت مشترك فيها. طيب الكود اللي هيلغي أي باقة إنترنت شهرية لشبكة اتصالات هيبقى نجمة 5 6 6 شباك. يعني الكود اللي هيلغي اي باقة انترنت شهرية لشبكة اتصالات هيبقى نجمة 5 6 6 شباك. وبعدين هتضغط اتصال. بعد ما تضغط اتصال هيجيلك اختيارات، هتشوف الباقة اللي انت مشترك فيها وتبدأ تضغط على الرقم الخاص بها، وبكده هيلغيلك اي باقة شهرية انت اشتركت فيها لشبكة اتصالات. وبكده هنكون وصلنا لنهاية الفيديو، وإذا عجبك الفيديو اضغط لايك وما تنسوش الاشتراك في القناة عشان تشجعونا اللي احنا نعمل لكم فيديوهات جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة